كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. وانت شايف في المراية اللي قصادي، راح تكمل ولا خايف تبقى في الايام غريب؟ كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. وانت شايف في المراية. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم معانا في طريق جديد وضيف جديد. الحقيقه ضيف النهارده هو شيخ من المشايخ الذين اجلهم كثيرا وجدا، هو الشيخ صفوت حجازي. منورني. اهلا وسهلا دكتور، مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيك. وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بالصحه والسلامه سيدي. يعني كنت منتظر هذا الطريق بالتحديد، لان انا شايف ان هو فيه الكثير والكثير للمشاهدين هم يتعلموا منه ويتعلموا كيفيه اداره حياتهم في الاوقات المختلفه. فيا ريت حضرتك سريعا كده تعرفنا فتره التشكيل، نسميها فتره التشكيل، انها بتتم عن طريق اخرين اللي هم الاب والام والعائلتين. مين كان اكثر تاثيرا في هذه المرحلة؟ هل الأم أو الأب أو العم أو الخال؟ من؟ لا، الأم أكتر في هذه المرحلة، لأن أنا والدي مات توفي وأنا في تاني إعدادي. في أجازة نص السنة في تاني إعدادي. فيمكن والدي ما عشتش معاه كتير، وإن كان له يعني في هذه الفترة القصيرة اللي عشتها معاه كان له تأثير كبير طبعًا. لكن والدتي عليها رحمة الله هي اللي عاشت معايا الفترة الطويلة، خاصة ان انا اكبر اخواتي. فبعد والدي ما توفي وانا في تانية اعدادي فضلت الطريق كله ماشي مع والدتي لغاية ما هي توفيت سنة 87 او 86. رحمة الله عليهم جميعا. رحمة الله. في الفترة بتاع تانية اعدادي كنت لسه بدري قوي، يعني تانية اعدادي تقريبا 13 او 14 سنة. نعم. هل ده حرمك من حاجات، مرحلة طفولة معينة كان المفروض تعيشها بشكل معين؟ لا بالعكس، انا عشت اخ اكبر يعني. لا انا عشت طفولتي كما احب، لان والدي عليه رحمه الله يعني من فتره اللي هو عاشها معانا فيها، خاصه ابتداء من يعني الثلاث سنين الاخرانيين في حياته، كان بيعتمد عليا وعلمني ازاي ابقى راجل، وكان يعمل معايا مواقف وحاجات يمكن انا ما خدتش بالي منها غير بعد كده لما كبرت. هي مواقف عابرة جدا، لكن أنا قريتها بعد كده إن دي والدي عليه رحمة الله كأنما كان حاسس بقصر أجله، بدنو أجله، بأي شيء، إلا إن هو كان بيحاول يضع فيا بذور الرجولة. في هذا السن المبكر، هو سن 13 أو 14. في هذا السن المبكر، من قبل كده كمان زي ما بقول لحضرتك 6 ابتدائي أو 5 ابتدائي، 11 سنة كان كده، وانا كنت سعيد بكده. ومش عاوز اقول لحضرتك يمكن محبتي لوالدي زادت وهو ميت، لما انا كبرت وعرفت هو كان بيعمل معايا ليه كده. هي بقى دي النقطه، السؤال التالي. طب اثناء السن بقى، اطفالنا دايما احنا دايما بنعقل وبنعرف الحقيقه لما بنكبر، نقول رحمه الله عليه اكيد كان بيعمل كده عشان بيحبني. لكن ساعتها بقى واحنا اطفال كان دايما الواحد بيبقى عنده شويه غضاضه كده، هو ليه ضغط عليا؟ هو ليه محملني زياده عن اللزوم قوي؟ يعني نظرتنا واحنا اطفال بتختلف اكيد عن ادراكنا لما بنكبر. عارف، انا ما كانش عندي الاسئله ديت وانا في سته ابتدائي او اولى اعدادي او خمسه ابتدائي مع والدي، ما كانتش الاسئله دي موجوده عندي. لانه كان بيعمل المواقف دي بطريقه ما تطرحش، ما تخلينيش اطرح الاسئله ديت. الحب اللي هو الحب والمرجله والاستاذيه والفهم، وعارف هو الطفل هيزعل من ايه لما يحب ايه، هيعمل ايه لما يحصل كذا. فكان بيجيبها بطريقه، ودي رساله لكل الاباء، علم ابنك الرجوله من غير ما تخليه يكرهك، من غير ما تخليه يعترض، من غير ما تخليه يعمل حاجه. يعني انا ادي لك نموذج صغير خالص، احنا كلنا واحنا صغيرين او كلنا بنتعامل مع اطفالنا ان انا اروح انقل ابني البنطلون اللي هو عاوزه، وافرض عليه اللون اللي هو عاوزه، واقول له لا اشتري الجزمه الفلانيه.
ووالدي عليه رحمه الله ما كانش يعمل معايا كده خالص. ده والدي كان يديني فلوس ويقول لي روح اشتري اللبس بتاعك. بيخلق فيك الرجوله والاعتماد على نفسك. بالظبط. انا ببقى سعيد جدا بقى ان هو يعني سايبني. كان بصاحبك؟ كنت صحاب يعني؟ كان ممكن ياخدك معاه في الاماكن اللي بيروح فيها او مع اصدقائه؟ والدي عليه رحمه الله كان ياخدني معاه للشغل بتاعه. ووالدي كان مريض في الفتره الاخيره من حياتي، فكان يخليني انا اروح اقبض له المرتب بتاعه في الشغل، اروح اقابل اصحابه الكبار قوي في الشغل. والدي اصلا ازهري ويعني من علماء الازهر، الشيخ محمد الغزالي مثلا عليه رحمه الله، الشيخ صلاح ابو اسماعيل، دول كانوا يعني زملاء لوالدي، كان يخليني اقابلهم واعرفهم، كان مكبرني. اشتغلت وانت صغير في فتره الثانوي او الاعدادي؟ نزلت لسوق العمل عشان تكتسب قوتك وحس برجولتك بدري طبعا اشتغلت من اولى اعدادي. ووالدي عليه رحمه الله هو اللي وداني اشتغل، وقال لي بالنص كده، قال لي اوعى تكون ان انا بوديك تشتغل علشان انا عاوز اخد منك فلوسك، ولا علشان مش عاوزك تاخد فلوس او مش قادر اكفيك او مش قادر اصرف عليك. ما هو بقولك مش عاوزك تاخد فلوس مني، مصروف مني، لا ده انا بخليك تشتغل علشان تبقى راجل. بالنص كده. انا من اولى اعدادي تقريبا وانا بشتغل دايما في الصيف لغايه ما اتخرجت من الجامعه وخلاص، واصبح عندي خلاص اصبحت اخلص الجامعه لازم اكون مرتب الشغل اللي هشتغله. هسألك سؤال بس انا نفسي انك انت تجاوب الاجابه اللي انا نفسي اسمعها يعني. طب انت بتعمل ايه مع اولادك بصراحه؟ ولادي انا هتخليهم ينزلوا يشتغلوا؟ لا انا ما بخليهم يعني ما براء الان يعني. انا عندي ثلاث بنات وعندي ولد البراء. في ولد؟ البراء سنه قد ايه؟ ثاني اعدادي يعني او رايح ثالث اعدادي. يعني نفس سنك ساعه ما الولد خد من ايدك وشغلك. انا السنه دي قال لي بابا انا عاوز اشتغل، قلت له روح اشتغل، روح دور على شغل واشتغل. راح يدور على شغل مش لاقي شغل. لا خده بقى بايدك انت، ما تخلوش يكسل وانت ما تكسلش، لان هو ده اللي بيبني فعلا. ده حقيقي. انا ما عنديش مانع اطلاقا ابني يشتغل وهو بيدور على شغل فعلا، بس انا مش هشغله، مش هتدخله غير لما هو يقول لي شغلني. بس احنا شيخ صفوت بنقولك على الهوا اهوت، لا خد براء من ايده وشغله، لانه هيكون نموذج جيد وصالح، ويا ريت كل الاباء والامهات يعني يرجعوا تاني يعرفوا هذه القيمه اللي هم حرموا اولادهم منها بدون ان يدروا. احنا كافيين، احنا نكفيه، احنا قادرين ان هو بالعكس نفسنا كل اولادنا في هذه السن يطلع للعمل ويكتسب الرجوله مبكره والاعتماد على الذات. شيخ صفوت انا عندي اسئله سريعه جدا كده يعني اسئله تحليل شخصيه. لو قلت لك اختار لي رقم من 1 لـ9. 1. الشكل المحبب الى قلبك، الدائره ام المثلث ام المربع ام النجمه؟ مربع. المربع. اللون المحبب الى قلبك؟ الابيض. الابيض. اسمح لي اقول لك نتيجه الاجابات. تفضل بس استر عليا. انت انسان يعني صعب انك انت تتعامل مع الاخرين الا في حدود المعرفه، يعني ده حاجه حذر شويه في التعامل مع الاخر. عندك طاقات محبوسه جدا، وده بيخليك دايما بتحس ان مهما عملت ومهما فعلت لسه في المزيد والكثير. عندك هدوء ظاهر واضح جدا، حاجه حذر، تتسم بالحذر، وممكن تستجيب للضغوط الخارجيه. دليل على كده انك انت وانت بتكتب ممكن نفسك بتضغط على القلم سنه، يعني حاجه لو متعود او بتلاحظ انك بتضغط على بعض الحروف وانت بتكتب، يعني بتخلص الجمله وتلاقي نفسك بتعيد مره اخرى على بعض الحروف، ده دليل اذا كان الكلام اللي فات ده صح ولا لا. ايضا حضرتك من الناس اللي هم الصافيين اللي عندهم صفاء نفسي، وكمان من الناس اللي هم خجولين جدا، يعني حاجه بتتسم بالخجل ولكن حاجه متحدث جيد جدا، يعني خجل لا يمنعك عن التحدث ولكن هو خجل ظاهري او خجل داخلي يحس بيه اللي حواليك. دايما حضرتك شايف ان رايك على صواب، وبيكتشف ده او بتكتسبه او بتثق او بتصل لهذه الثقه نتيجه المعرفه ونتيجه الخبرات المتراكمه، هو اللي بيخليك عندك الثقه فيما تتحدث عنه، بس بقى الاخرين اللي حواليك ممكن يصفوه ان هو متغطرس او ان هو يعني يعني زي ما بيقولوا ايه، واقف على رأيه وحاد في تقبل الرأي الآخر. طيب إن فكرة الإفصاح دي كمان عن النقد، يعني حك لما حد يعني
في شيء بتنقده، ولكن النقد الهادف إلى التوعية وليس النقد الهادف إلى النقد كنقد يعني. ده كل ده من الكم سؤال؟ كم في المية؟ لا حضرتك سطرت عليا كتير يعني. سطرت عليا كتير يعني، انا عندي حاجات اكتر من كده، حاجات وحشة كتير يعني. طب ما تقول لنا انت، ربنا يستر علينا جميعا. ربنا يعني الله يخليك. هو تقريبا الكلام اللي حضرتك بتقوله ممكن يكون كلام صحيح بنسبة كبيرة جدا، الا ان مثلا في نقطتين انا مسألة الحذر في التعامل مع الاخرين لا ما اظن، الى ان لا ما اظن يعني مش هياخد اللي جوه يعني، لا ما اظنش ان دي موجوده. بالعكس انا بتعامل مع الاخرين بسهوله جدا وبيسر جدا لغايه ما يثبت عكس ذلك. افرض حسن النيه الى ان يثبت. بالظبط تماما. مساله ان انا ممكن، بس ده دايما سمحت لي اقطعك هنا، كان دايما امي انا شخصيا تقول لي ايه، بس انت هتاخد على دماغك كتير. مو عشان كده انا باخد على دماغي كتير، عشان كده فعلا يعني الناس كتير جدا بتعامل معاها بحسن نية شديدة جدا، وفي الآخر بطلع غلطان، وكان المفروض ان انا ما اتعاملش بحسن النية ديت، فبتيجي على دماغي. لكن ده انا بتقبله، لان الاصل ان احنا نتعامل مع الناس على البراءة الاصلية. النقطة التانية اللي يعني حضرتك قلت ان انا ممكن اخضع للضغوط، بتتأثر بمن حولك يعني، الضغوط الخارجية. هو أنا أتأثر بمن حولي جدا، وهو تأثر عاطفي، لكن غالبا أنا حد عنيد وعنيد جدا يعني، دي من الصفات السيئة جدا فيا. عنيد إذا اتضح لي بقناعة كاملة مش من رأيي ومن آراء الآخرين إن هو ده الصح، خلاص مش سهل أبدا إن أنا أخضع لضغوط الآخرين، إلا إذا كان الـ الآخرين هم الأغلبية وهم أصحاب مشاركة معايا. يعني أنت كده شيخ صفوت، أنت ديمقراطي وديكتاتوري في نفس الوقت؟ ديمقراطي جدا جدا لغاية اتخاذ القرار، إذا اتخذ القرار انتهى الأمر، لا رجعة. إذا اتخذ القرار منك ولا من؟ لا من الجميع. من الجميع حتى لو كان مخالف لرأيك؟ حتى لو كان مخالف لرأيي يعني. ولذلك أنا يعني كتير من الناس القريبين مني بيسموها ديكتاتورية الديمقراطية. إن خلاص إحنا مدام خدنا قرار ما لا رجعة فيه، لا تراجع ولا استسلام. لا تراجع ولا استسلام. عموما إحنا الموضوع ده شيق جدا، ولكن اسمح لي أطلع فاصل ونرجع نشوف المرحلة الوسطية اللي هي مرحلة اتخاذ القرار. تفضل. فاصل فانتظرون. كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. كنت شايف. ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين مع الشيخ صفوت حجازي. وصلنا الشيخ صفوت في مرحلة زي ما بنقول استخراج رخصة القيادة. انت خلاص بقى اخدت الرخصة وهتقود بنفسك في طريق حياتك وهتاخد قرارات مصيرية. ايه اول قرار مصيري حسيت ان انت اخدته في هذه المرحلة؟ حسيت ان انا خلاص انا اخدت قرار فعلا مصير مفترق طرق. ايه المقصود بالمرحلة يعني؟ لان هو انا ممكن بكون بتخذ قرارات مصيرية من وانا في ثانوي، مرحلة الدراسة، اختيار النوع العلم اللي تتعلمه، اختيار السفر، هقعد في مصر هسافر، اختيار هتجوز مش هتجوز. هي دي كلها ممكن تكون في مراحل مختلفة يعني. انا من ثانوي وانا باخد قرارات مصيرية وانا اللي باخدها، ويعني ممكن اكون بيكون قراري انا يعني. مثلا في ثانوي ان انا ادخل ثانوي عام ولا ادخل ثانوية عسكرية او ثانوية جوية، دي كان طرح مطروح. وقررت رغما عن الجميع ان انا ادخل ثانوية عامة. والدتي عليها رحمة الله كانت عاوزاني ادخل ثانوية عسكرية. في الجامعة كانت نفس القصة، ان انا ادخل كلية مدنية ولا ادخل كلية الحربية او كلية الجوية او كلية الشرطة. وكانت والدتي عليها رحمة الله نفسها ان انا ادخل كلية الشرطة.
وكان جانب اخر من العيله عاوزني ادخل الكليه الحربيه كلها عسكريه يعني. كان زمانك في الجانب الاخر. وكان قراري انا اللي برضو تحديت به الجميع ان انا ادخل كليه مدنيه. الجيش، دخول الجيش، انا كنت من ابطال مصر في العاب القوه في الجري مسافات طويله، وكان لما دخلت الجيش كان سهل جدا ان انا اقعد في بيتي علشان انا رياضي وهدخل السريه الرياضيه والمركز الرياضي بتاع القوات المسلحه والكلام ده. لكن انا قررت ان انا افضل في الوحده القتاليه بتاعتي وما اخدش اجازات علشان انا عاوز اتعلم ضرب النار وعاوز اتعلم المهام العسكريه علشان لما يجي وقت ان انا اجاهد ولا نزحف على فلسطين ولا الكلام ده ابقى بعرف اضرب نار. وطول عمري عاوز اتعلم ضرب النار، فاتعلمه فين غير في الجيش؟ فجاتني الفرصه في الجيش ان انا اتعلم ضرب النار واتعلم المهارات العسكريه والقتاليه، فكان قراري ان انا افضل موجود في الجيش. يعني دي كلها قرارات باخدها من سن مبكر. قرار الاتجاه الى الدعوه والعلوم الدينيه، خليني اقول لحضرتك ده ما كانش قرار، ده كان حاجة بالدفع الذاتي أو بالضرورة أو بالعادة أو لزوم ما يلزم. ما كانش قرار مني خالص، أنا لقيت نفسي ماشي في هذا الاتجاه لأن والدي عليه رحمة الله زي ما قلت لحضرتك كان من علماء الأزهر، بينزلنا المسجد نصلي من وإحنا صغيرين. يعني ما حد سؤال تقليدي بيتسأل لكل الناس أنت إمتى بدأت تصلي؟ هقول لك انا بصلي طول عمري، مش فاكر امتى ما صليتش، امتى بدات تصوم، امتى بدات تحفظ قران. الكلام ده كله ده حاجات بالدفع الذاتي. والدي زي ما قلت لحضرتك في الفصل الاولاني كان بيعلمني الرجوله، وكل اصحابه واصدقائه هم من الشيوخ ومن طلبه العلم والكلام ده. فبدات هي دي السكه اللي انا مستهويها، بدات نماذجي وقدوتي كلهم من الدعاء ومن طلبة العلم ومن الشيوخ. في ثانوي كان المدرسين المتدينين والملتزمين هم اللي أنا بحبهم وبيحبوني وبيحتووني. من ثانوي مثلا بدأت أعرف الشيخ عبد الرشيد صقر عليه رحمة الله، من إعدادي أو من أولى ثانوي بدأت أعرف الشيخ إبراهيم عزت عليه رحمة الله في مسجد أنس بن مالك. فهي دي بدأت سكتي كده ماشية كده، ما هوش قرار. كنت ذكرت مره ان الشيخ اسماعيل العدوي برضه حكى، الشيخ اسماعيل صادق العدوي عليه رحمه الله طبعا، يعني ده من شيوخي اللي بعتز بيهم يعني معزه شديده لانه كان صديق لوالدي عليه رحمه الله. في ناس بتمشي في الطريق ده او بتؤسس عليه وبيجي برضه حاجه كبيره ضخمه في حياته تيجي توقفه او ترجعه، ما ده ايه اللي ما خلاكش توقف الله يفتح عليك. ده سؤال جيد جدا حقيقه. اللي زي ما قلت حضرتك انا ماشي بالديفولت، لكن كان ممكن ان انا ابعد عن السكه دي. نعم. لكن ايه اللي خلاني ارسخ قدمي في هذا الطريق؟ شخص في حياتي اسمه المهندس محمد الصروي عليه رحمه الله. المهندس محمد الصروي ده حد من الناس، يعني انا في ثلاث اشخاص يعني او اربع اشخاص في حياتي بعد والدي ليهم فضل عليا، بعد الله اولا ثم بعد والدي، كان المهندس محمد الصروي، الشيخ عطية محمد سالم عليه رحمة الله، الشيخ حماد الأنصاري. المهندس محمد الصروي حد من الناس اللي ليهم تأثير قوي وشديد، وكان بيخطب الجمعة في المسجد اللي في الحي بتاعنا في الطلبية في الهرم، وكان من الإخوان المسلمين أو يعني من قيادات الإخوان المسلمين الكبار في هذا الوقت، وأنا كنت بحبه يعني بدون أي شيء وبدون أي انتماء وبدون أي حاجة. وكنت بحضر له خطب الجمعة باستمرار ودايما، وأثر في شخصيتي بقوة. أنا سافرت المدينة المنورة علشان أشتغل هناك في أمانة المدينة اللي هي زي المحافظة كده، وقعدت هناك ثلاث شهور زهقت من الناس من الغربة من قررت أن أنا أرجع مصر. يعني يوم ما قررت ان انا ارجع مصر او خلال هذا الاسبوع كان قلت بعد رمضان هرجع، اقضي رمضان في المدينه المنوره وبعدين ارجع مصر. كان اظن في النص الثاني من شعبان، يعني في نهايه شعبان
فوجئت بالمهندس محمد الثروي في المدينة المنورة بيعمل عبرة وبيقابلني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, عليه الصلاة والسلام. وبشتكي له من اللي أنا مش عاجبني وعاوز أرجع. قال لي بص بالنص كده, أنا ليا عليك كلمة ولا لأ؟ قلت له أيوه. قال لي اعتبر نفسك في بعثة علمية, أنت مش جاي هنا تشتغل ولا جاي تجيب فلوس, أنت في بعثة علمية. وقام وقف كده وإحنا قاعدين في مسجد النبي وشد إيدي وقفني وقال لي بص شايف الشيوخ اللي قاعدين حوالين العندان دول كلهم؟ قلت له آه. قال لي مطلوب أن أنت تتعلم منهم كلهم, هتلاقي منهم شيوخ بيقولوا علم نافع تتعلمه علشان تنفع بيه, وهتلاقي منهم ناس بيقولوا علم مش نافع من وجهة نظرك اتعلمه علشان تتأكد هو مش نافع ولا مش نافع, ولما تخلص هذه البعثة العلمية ارجع. ارجع. الله. ده كان الموقف والشخص والقرار اللي خلاني أثبت في هذا الطريق وأخوضه بقى بجدية وبمنهجية وبجهاد. هي الناس ليه بتتناحر كثيرا على الدنيا؟ يعني انا شايف المنطق البسيط ده خلاك تنسى الفلوس وتنسى سبب السفر وتنسى اشياء كثيره اخرى, وخدت اتجاه بسيط قدك يعني زي ما بقولها طريق الحق. ليه الناس ما بتعرفش تعمل ده طول الوقت؟ يعني لازم نلاقي الشيخ محمد اخر يبقى في حياه كل واحد فينا, ولا ده نتيجه عدم اعمال العقل ولا التفكير السليم والجيد؟ خليني اقول لحضرتك, دايما القدوه والأشخاص الكبار اللي بيأثروا فينا وإحنا صغيرين هم اللي بيشكلوا الـ 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 النموذج القلبي مش النموذج العقلي. اللي أنا القرار اللي خدته ده وتأثير الشيخ المهندس محمد الثروي فيا وإن أنا أسمع كلامه ده مش كلام عقلي, ده مش قرار عقلي, ده قرار قلبي. المهندس محمد الثروي من الأشياء اللي علمها لنا من وإحنا صغيرين في المسجد هي الإخلاص, وإن أنت لو عاوز الدنيا, لو عاوز مال الدنيا, خده عن طريق إرادة الآخرة, إن أنت تعوز الآخرة. لو أنت عاوز الآخرة وأخلصت لله عز وجل هيأتيك كل ما تريد. فهو ده المعنى. كل الناس اللي أنا التقيت بيهم واللي كانوا قدوتي وأنا صغير كانوا بيتحركوا في هذا المعنى, هو الإخلاص لله عز وجل. وإنت في النهاية, نهاية رحلتك في الدنيا هترجع بإيه؟ يعني كان الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله يقول لنا كده, بيقول لنا إحنا مكاننا الأصلي مش هنا, مكاننا الأصلي الآخرة, وإحنا جايين هنا في رحلة وهنرجع المكان بتاعنا. فانت الرحله اللي انت جاي فيها ديت في الدنيا دي عاوز ترجع بايه؟ هترجع بهدوم ولا بلبس ولا بفلوس ولا ببرفانات؟ ولا اي حد بيروح رحله من بلد لبلد بيرجع للبلد الاصليه بتاعته بالشنطه بتاعته فيها بالشنطة. شويه هدايا. نعم. فيها. نعم. شويه حاجات. نعم. فقرر انت عاوز ترجع من الرحله بتاعتك بايه. وده حاجه كتير رساله تنقلها لاولادك كمان, يعني انت حريص انك ده توصله لاولادك. بالتاكيد. لكن ممكن ما اكونش ناجح قوي. انت مشغول في حياتك؟ يعني شغلك واخدك ودنيتك واخدك اللي هي بره البيت؟ طبعا انا مشغول جدا جدا لاقصى درجه. يعني مقصر كأب؟ مقصر كأب. بتعمل ايه بقى عشان تداوي هذا التقصير؟ بحاول اعتذر. هم شايفينك. انا بحاول اعتذر لهم, بحاول افهمهم, بحاول اقول لهم ان انشغالي عنكم انتوا ليكم جزء من الاجر وجزء من الثواب. زوجتي انا يعني ليها حقوق يعني في الوقت وان انا اقعد معاها ومقصر, لكن هم اظن او ارجو ان هم يكونوا مقدرين هذا الانشغال, ان انا مش منشغل لنفسي ومش منشغل لحياتي ولا لحاجة شخصية. انا في حاجات كتيرة جدا برفضها ليا انا شخصيا, انا ما ببنيش مجد شخصي ليا اطلاقا ولا يعنيني اطلاقا, وفي حاجات كتيرة قوي أنا بعملها وبتنجح وبتنسب للآخرين, وصدقني ببقى سعيد قوي 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 لما يعني من أسعد اللحظات في حياتي إن أنا أعمل حاجة وتنجح وتحقق نجاح وتنسب لشخص آخر, والشخص الآخر ده يبقى بيكرم
بهذا الشيء وهو يعلم ان الشيء ده مش هو النجاح، ده مش هو اللي حققه، انا ببقى سعيد جدا جدا جدا، لانه اذا نسب في الدنيا لهذا الشخص فهو في الاخره منسوب ليا. فاولادي وزوجتي بحاول دايما افكرهم ان اللي انا بعمله ده انتوا شركاء فيه. لما بروح ادي درس ولا محاضره ساعتين، والساعتين دول حقك انت يا زوجتي وحق اولادي، معلش انتوا شركاء معايا في الاجر بتاع الساعتين ده. ولذلك دايما بحاول اركز في الاخلاص علشان هم ياخدوا جزء من هذا الاجر. طب حاجه ادينا مثل لاخر حاجه حصلت انك فعلا انت فعلته ونسب لغيرك. لا ما اقدرش صرح لنا بيه يا شيخ صفوت بنسبه شهر رمضان المبارك. لا مستحيل، شهر التسامح مستحيل. مفيش حاجه محدده عايز تقولها؟ لا مش مفيش حاجه، ما اقدرش اقول على عمل معين ده انا اللي عملته او كنت سبب في نجاحه ونسب لفلان او نسب لاخر، مستحيل. يبقى بأحبط العمل بتاعي. بتحبط العمل؟ طيب هو الموضوع بتاع الاسره عاده انا بحب اقف عنده كتير لسبب واحد، لان دايما بقول هو ليه رب العائله ما بيقضيش الوقت الكافي عشان يفهمهم؟ انا حاجه فهمتهم ان هم يصبروا، لكن ليه ما بنحاولش ان احنا نفهمهم؟ ما تيجي نفكر ازاي تاخدوا حقكم وفي نفس الوقت برضو اقدر اعمل اللي انا عايز اعمله بره. يعني ليه دايما بناخد الطريق السهل اللي هو نيجي عليهم نقول لهم ايه ده بيستحملوا انت شويه معايا؟ يعني دي برضو نقطه مهمه لكل اب وام بيسمعونا دلوقتي، يعني ليه ما بيقعدوش مع بعض ويحاولوا يعملوا حاجه اسمها زي تنظيم الوقت مثلا. عارف حضرتك انت لما بتعيش في 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 طوارئ، خاصة ان انا حد من الناس، يعني انا تليفوني مع كل الناس وبرد على التليفون. في كتير من المشايخ يعني ما بيدوش تليفوناتهم لحد، وكل شوية يغيروا تليفوناتهم وما يردوش على الناس. فيعني ما اعرفش، انا مش يعني انا مقصر، انا مقصر في حق زوجتي، في حق اولادي، في حق الوقت بتاعهم. لكن عذري او يعني امنيتي ان هم يسامحوني، لان هم عارفين كويس قوي ان انا مقصر، مش عشان قاعد على القهوة، مش عشان قاعد مع اصحابي، مش عشان بتفسح وسعيد بالدنيا وسايبهم هم مرميين. في فرق بين تقصير ده وتقصير للرساله والهدف. فانا مقصر مش عشان ذاتي ولا علشان نزواتي ولا شهواتي ولا استمتاعي ولا هواياتي ولا الاشياء اللي انا بحبها، لا انا مقصر علشان هدف ورساله. وانا اظن ان هم ان شاء الله اولادي وزوجتي مقدرين، ولذلك انا بستحملهم، مش بستحملهم كتير، هم احيانا يفيض بيهم. امرأة واحدة تكفي يا شيخ حجازي؟ انا بالنسبة لي طبعا، انا زوجتي، انا بحب زوجتي جدا وبعزها جدا وبحترمها جدا وبقدرها جدا، وتكفيني جدا في كل شيء، ماديا وادبيا ونفسيا وجسديا وكل شيء. زوجتي مش مخلياني محتاج حاجة، محتاج حاجة، ولا يمكن أفكر إن أنا أتجوز عليها ولا إن أنا أبص لواحدة تانية. مش عشان الجواز عليها حرام ولا لا، علشان فعلا أنا على قناعة كاملة إن أنا ما أقدرش أذيها أولا، وده شيء يأذيها، وثانيا عشان أنا مش محتاج أي حاجة تانية من أي واحدة تانية. هو لازم اطلع فاصل، بس انا مش هطلع الفاصل لما اسال السؤال دوت. طب هو مش حرام فعلا احنا نتجوز او تتجوز على الزوجه، لكن هل هو حلال بدون سبب؟ دي مذاهب الفقهاء فيها متعددة. يعني في فقهاء يقول لك من حقك تتجوز بدون سبب، في فقهاء آخرين بيقول لا، لابد يكون في سبب. يعني أنا المدرسة بتاعتي ممن يروا أن الزواج التعدد أو الزواج الثاني لابد أن يكون له سبب، لازم يكون له سبب، خاصة في زماننا ده. في المرحلة الأولى رشحت مين؟ استعمل لفظ إحنا كتير، تقصد مين؟ إحنا زي ما قلت لحضرتك، القوة الثورية الموجودة، القوة الإسلامية اللي موجودة، القوة السياسية الشريفة. كان في واقعة مشهورة جدا بينك وبين الشيخ محمد عبد المنصور. لم يوجد شخص في الكون اجتمع عليه الناس، حتى النبي. الحقيقة. حتى النبي. يعني أنا متضايق إن حضرتك واقف وأنا قاعد. لا يا فندم، هي دي الفقرة كده، هم المخرج والقائمين على البرنامج صمموا إن هم محمد مدني. كل واحد مننا ماشي في طريق، واحنا جوه في قلبنا انسان بريء. وانت شايف في المرايه اللي قصادي، راح
تكمل ولا خايف تبقى في الأيام غريب.